السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. أنا منال، لأول مرة يشوف قناتي بعمل معاكم أكلات صحية وأكلات على نظام الكيتو. النهاردة حابة أعمل معاكم حاجة حلوة جدا، نوع من الشوربة. كل سنة والطيبين، طبعا رمضان خلاص على الأبواب، ويا رب يجعلها سنة حلوة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية كلها كلها يا رب. هنعمل مع بعض شوربة لسان عصفور. طبعا لسان عصفور دي يعني بالنسبة لنا كل الناس بتحبها. هنعمل مكرونة لسان العصفور ازاي هنشوفها. انا عملت معاكم قبل كده مكرونة البشاميل، حاطه لكم اللينك في صندوق الوصف، برضك كانت تحفه وناس كتيره جدا عملتها وشكرت فيها. اللسان عصفور مقاديرنا بسيطه جدا، انا هعمل كميه طبعا صغيره على قدي، وانتي تزودي او ضعفي الكميه زي ما انت عايزه. هنا هيكون معايا نص كوبايه جبنه موتزاريلا، مكعب كيري، ومعانا ربع كوبايه يا دقيق جوز الهند او دقيق اللوز. اللي عايز يعملها دقيق جوز الهند على دقيق اللوز هيبقى معانا ربع كوبايه، تمام؟ يعني مش مشكله بقى الدقيق اللي انت هتعملي بيه. معانا كمان رشه ملح، معانا ربع معلقه من البيكنج باودر، وبيضايه واحده، تمام؟ هنعمل اول حاجه زي ما احنا متعودين، دي العجينه بنسميها العجينه الدسمه. بيكون معانا هاخد جبنه الموتزاريلا اللي هي نص كوبايه بالشكل ده، هاخدها هي ومكعب الجبنه الكيري، هسيحهم في الميكرويف. اللي ما عندوش ميكرويف هسيحهم في حمام ميه، يعني حله كده واحط فيها الاناء اللي هو فيه الجبنه. ما عنديش، ممكن اسيحها بطريقه سهله جدا كمان بالفرن. هولع الفرن واخلي درجه حرارته عاليه، وادخل اناء يكون زجاجي او اناء، مهم ان هو يعني بيدخل الفرن، وابتدي اقلبها كل شويه، افتح بس ما اسيبهاش، ما احطهاش تحت، اعرف في الوسطاني. انا بحب اقول التكات البسيطه دي عشان الكل يستفيد، تمام؟ هدخلها الميكرويف يا دوبك تسيح، ونشوف مع بعض هنكمل الطريقه ازاي. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، ادي الجبنه ساحت، شايفين اهي، هقلب كويس جدا اهي بالشكل ده. هبتدي اضيف ايه بقى؟ هضيف الدقيق جوز الهند، انا هشتغل بدقيق جوز الهند ربع كوبايه بالشكل ده اهو، وهقلب لحد ما تختلط معايا المكونات. هضيف كمان رشه ملح، رشه ملح صغيره، احنا كده كده لسه هنحدقها زي ما احنا عايزين. وهضيف كمان البيكنج باودر ربع معلقه صغيره، شايفين بالشكل ده. يبقى انا كده اللي فاضل لي ايه؟ فاضل لي البيضه اهي. انا كده ببرد كمان الجبنه، تمام، عشان مش هينفع اضيف البيض والجبنه سخنه اهي، شايفين. بالشكل ده خلاص معايا الجبنه بردت، والدقيق اهي، والبيكنج باودر، هقلب بس كده، ورشه ملح صغيره، شايفين. ادي العجينه، هاخد البيضه وابتدي اكسرها وانزل بيها على العجينه ديت، واحاول ان انا ابتدي الم العجينه بالبيض. طبعا بالنسبه عشان ريحه البيض، اللي حابب يحط نقطه خل مفيش مشاكل، اللي مش عايز ممكن اضيف. انا بحب اضيف رشه فلفل اسود لانه مع المكرونه بيديها تيست حلو قوي. رشه صغيره بس، هبتدي اجمع كده اهي، هبتدي اقلب اهي بالشكل دوت. هتلم معايا العجينه خالص اهي، انا مش عايزه افصل الفيديو عشان تشوفوا معايا الطريقه عامله ازاي اهي. هبتدي الم، هبص الاقي العجينه معايا عماله تتلم زي ما احنا شايفين كده اهو. ببتدي الم العجينه اهي، شايفين ابتدت تتلم معايا. لو حسيتي ان العجينه طريه شويه، طبعا ممكن تحطي رشه دقيق جوز الهند او دقيق اللوز اللي انت شغاله بيه. بصوا معايا، شايفين انا هسيب العجينه دي بقى ثواني كده، يعني حوالي دقيقتين ثلاثه ترتاح بالشكل دوت، عشان نبتدي نشكل مع بعض اللسان عصفور. اهم حاجه ان شايفين العجينه اهي لمت معايا اهي، كل ما هتبرد، لان هي لسه سخنه برضه يعني دافيه شويه، كل ما تبرد هلاقي العجينه معايا تتلم.
هسيبها شوية حوالي 3 دقايق او دقيقتين ونبتدي مع بعض نشوف هنشكلها ازاي. بعد ما سيبنا العجينة ارتاحت حوالي 2 او 3 دقايق هحس ان العجينة بصوا معايا ابتدت تنشف. هنبتدي في الوقت دوت نشكل مع بعض اللسان عصفور. شكل اللسان عصفور بيبقى عامل ازاي؟ انا هاخد قطعة من العجينة عشان اعمل بيها المكرونة، يعني هتحاولي بين ايدك كده بصي تعمليها بالشكل ده اهي. عايزه تصغري كمان صغري، طبعا هتاخد وقت معانا شويه، بس طبعا ايه الحاجه اللي بنحبها بنعملها. هبتدي اشكل بالشكل ده اهي. الكميه دي هتطلع كميه حلوه وكتيره، هقول لكم كمان الحلول ليها. بصوا اهي هبتدي اعملها كده اهي، هاخد كميه صغننه خالص بين صوابعي كده اهي، يعني بصوا هحاول اصغرها كمان، كل ما تبقى رفيعه هتبقى احلى واحلى اهي. شايفين ادي الشكل، متخيلينها معايا اهي؟ باخد حته من العجينه اهي واشكلها بين صوابعي كده، احاول بقى ايه اصغرها، تاخد وقت معانا شويه اهي، وهسيبها بقى لحد ما يعني حوالي نص ساعه او ربع ساعه هحس ان العجينه ديت نشفت تمام، وبعدين نكمل مع بعض. هشتغل بقى انا كده اهو، شايفين؟ عايزه اوريكم المنظر، شايفين اهي. هكمل، مش عايزه اطول معاكم الفيديو، بس انا ايه بقى هسيبكم اهي واكمل انا مع نفسي وارجع لكم بقى بعد ما اكون عملت كميه حلوه قوي اهي. تمام، وارجع لكم تاني اهي. شايفين؟ متخيلين معايا؟ زي ما احنا شايفين كده حبايبي، ادي شايفين شكل اللسان عصفور. هحاول ابعدهم بعيد عن بعض وهسيبها حوالي نص ساعه العجينه كده تنشف خالص، هسيبها نص ساعه بالشكل دوت. طبعا بقيه العجينه اهي معايا لسه بكمل، هكمل بقى الكميه اللي انا عايزاها. طبعا الكميه دي هتطلع كتيره جدا، هنعملها مع بعض وممكن نحتفظها في التلاجة نعمل بيها شربات مختلفة، يعني نعمل بيها شوربة لسان عصفور لفترة تانية. هسيبها بقى نص ساعة وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده حبايبي اللسان عصفور، شايفين؟ لو جينا مسكناه هنحس ان العجينة نشفت شوية تمام، تاخد حوالي نص ساعة زي ما اتفقنا. هنعمل ايه بقى؟ طبعا هيكون متوفر عندي شوربة، شوربة لحمة، شوربة مرقة، اي شوربة دجاج براحتك خالص. وهنبتدي نجهز لسان عصفور. اول حاجة هاخد اللسان عصفور على طاسة على النار وهبتدي احمره، بس بعمل كمية كمية عشان ما تتفككش مني. نشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي طاسة على النار وهبتدي اجيب مكعب زبدة، وممكن كمان اضيف نقطة من زيت الزيتون اهو، حاجة بسيطة كده، وابتدي بقى احمر فيها اللسان عصفور. زي ما احنا شايفين كده الزبدة سخنت اهي، هبتدي بقى انزل باللسان عصفور كمية كمية. شايفين؟ بصوا بتنزل معايا مفرفطة كده اهي، حبة صغيرة حبة صغيرة، وهبتدي اقلبها، بس ايه مش تقليب كتير، يعني هسيبها كده شوية بس وارجع اقلبها. هنزل كمان حبة، عشان تبتدي تتحمر لما احطها في الشوربة ما تتفككش مني بالشكل ده. زي ما احنا شايفين انا ما بقلبهاش خالص عشان ما تتفككش مني، هسيبها بس كده بتبتدي تاخد تحميرة من الجنب دوت، واروح مقلبها تحميرة الجنب التاني. زي ما احنا شايفين بصوا حبايبي ابتدت تتحمر ازاي اهي، هروح مقلبه بقى كده، معايا ثبتت خالص وبقت معايا لسان عصفور تمام جدا، تحميره كده من الجنبين بالشكل ده اهو. وهكون بقى مجهزه الشوربه، شايفين؟ واضح؟ شايفين اهي هكون مجهزه الشوربه. طيب انا عملت كميه، طب بقيه الكميه ممكن اعملها بالشكل دوت زي ما انا حمرتها كده، واحتفظ بيها بعد ما تبرد في عبوه زجاجيه، وساعه ما احتاج هجهز الشوربه واحطها على طول في الشوربه. ممكن تقعد معايا فتره ما يجرالهاش اي حاجه طالما حمرت، بس احطها في الثلاجه اهي. شايفين؟ واضحه اهي، حمرها كده تحميره حلوه.
زي ما احنا شايفين حبايبي، ادي لسان عصفور اللي عملناه مع بعض بالعجينه الدسمه. شايفين بصوا يعني مقرمش ازاي اهو اهو. عايزه كمان تصغري حجمها براحتك خالص. حمري بقى كميه كميه وسيبيها لما تبرد، واحفظيها في البرطمان او في عبوه زجاجيه في الثلاجه، واستخدميها وقت ما انت عايزه. هنكون مجهزين زي ما احنا شايفين كده الشوربه بتاعتنا، اي شوربه براحتك خالص، شوربه عظم، اي شوربه. وهبتدي اول ما تغلي انزل فيها المكرونه لسان العصفور بالشكل ده، تاخد غلوتين يا دوبك كده ويكون معانا احلى لسان عصفور. غلوتين مش كتير، ويفضل طبعا ان احنا هناكلها على طول، ما نسيبهاش يعني زي ما احنا شايفين كده. انا جهزتها تغلي غلوتين وناكل منها على طول. طبعا الكميه اللي انت عايزاها براحتك خالص، اهي تغلي بس. وزي ما احنا شايفين حبايبي، ادي احلى شوربه لسان عصفور، طبعا تحفه. بصوا عايزه اوريها لكم اهي، شايفين وطعمها، هجربها معاكم بردك اهي. بجد تحفه والله تحفه، اتمنى تجربوها وتعملوا بقى منها شوربه كده في رمضان، في اي وقت عايزين نشرب شربات. نحط كميه صغيره عشان ما نستهلكش بردك ايه يعني نسبه كارب معانا كتير، وفي نفس الوقت عطي طعم حلو جدا للشوربه. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ودي حاجات تحضيرات نجهزها عشان رمضان. واللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناه واللايك حبايبي عشان الفيديو يترفع، ومستنيه تعليقاتكم وتطبيقاتكم. واشوفكم بألف خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.